ما الذي يجري من حولك الآن؟ تفضل. نعم، استأنف مجلس النواب جلسته مساء اليوم وأيضا بقيت مفتوحة بالوقت الذي يكون فيه وقت الإفطار، ومن ثم عاود المجلس الاستئناف. الاستئناف الأول كان برئاسة الدكتور شيخوان عبد الله، ومن ثم الآن برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي. بعد الساعة 9 مساء عقدت، سجل مجلس النواب أكثر من 150 مداخلة، وهو الآن بصدد السماع أو الاستماع إلى النواب الذين لديهم مداخلة لاستفاضة أكثر ولاستغلال الوقت. نستضيف معي النائب أميد محمد عضو مجلس النواب العراقي عن اللجنة القانونية. تحية طيبة سيارة النائب. تتحدث عن الجلسة المطولة اليوم، جلسة ماراثونية ليومين، ممكن تتمدد اكثر في حال استمرار المداخلات؟ ما اعتقد يطول اكثر من يعني اليوم، اعتقد راح نخلص من القراءه الثانيه حتى وان عبرنا المنتصف الليل. بصراحه الملاحظات على الموازنه انا شخصيا وفق الخبر التواجدي كاعلامي داخل مجلس النواب والان كعضو مجلس النواب العراقي، الموازنه الحاليه من الموازنات اللي ما بيها مشاكل كبيره، يعني حلت المشاكل الكبيره ما بين اقليم وبغداد، والملاحظات اللي عليها من باب الحرص على 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 اموال البلد من قبل الكتل السياسيه ليس هناك اشكاليات كبيره، ولاحظنا هذا الموضوع في القراءه الثانيه، ودوننا ملاحظات كثيره حول النفقات التشغيليه، حول القروض، حول حصه اقليم كردستان، حول اليه التوزيع التعيينات خلال 3 سنوات القادمه، والمشاهدين يعرفون بان هذه الموازنه ليس موازنه لسنه واحده انما لمده 3 سنوات، وبعد اقرار الموازنه انا اتامل يعني عندي ايمان كامل بان سوف يستقر العراق من الناحيه الاقتصاديه بشكل مميز خلال 3 سنوات قادمه. كان هناك اعتراضات فيما يخص الموازنه ل3 سنوات، هل ستمضي الموازنه ل3 سنوات ام ستقلص؟ اخي العزيز، طبعا نعم كانت هناك ملاحظات من قبل مجموعه من الكتل السياسيه بخصوص موازنه لمده 3 سنوات، لكن لحد الان لم يتفقون على هذا الموضوع. الاتجاه الاغلبيه باتجاه يعني تصويت عليه لمده 3 سنوات، لكن فتح مجال امام مجلس النواب العراقي لاعاده النظر في السنوات القادمه، اذ كان هناك تغييرات في سعر صرف الدولار، في سعر النفط، في اليه التوزيع المواد في داخل الموازنه عند الحكومه، يعني اعتقد صياغتها سوف تكون لمده 3 سنوات بشرط ان يعيد نظر اليها كل سنه عند او البرلمان العراقي، يعني عند البرلمان العراقي يعيد نظر اليها من جديد من قبل اللجنه الماليه، لكن يصوتون عليها لمده 3 سنوات، انما يضاف فقره بفتح مجال امام مجلس النواب العراقي لاعاده نظر عليه كل سنه او كل راس سنه حتى يكون هناك تغييرات ودون داخل المسوده او داخل قانون الموازنه. اخيرا سياده النائب، العجز الموجود عجز كبير، يعني النواب تحدثوا ان الموازنه ستبدا بعجز وتنتهي بفاض، هل فعلا هذا الكلام؟ اخي العزيز، ماكو موازنه بالعراق ما بعجز، من 2003 بدينا لحد الان كل موازنات بها عجز، انما الحكومه تتحمل المسؤوليه لان المشروع قانون الموازنه من المشاريع اللي ترسل عند الحكومه، والحكومه هي تتحمل مسؤوليه العجز. اعتقد ان هناك خطه من قبل الحكومه لملء الفراغ الموجود او لملء العجز الموجود داخل قانون الموازنه. المهم عند مجلس النواب العراقي تشريعها وإعادة نظر إليها في سنوات القادمة إذ أمكن إذ كان هناك تغييرات، والموضوع العجز إنما هذا الخطط عند السلطة التنفيذية وهم مسؤولين على هذا الموضوع. راح يتجاوز البرلمان المشاكل؟ راح يتجاوز؟ والله أعتقد أغلب المشاكل تجاوزناها، واليوم راح يكون هناك قراءة ثانية بشكل كامل تخلص، ومن ثم بعد العيد إن شاء الله أمام تصديق القانون الموازنة حتى يصبح موازنة بشكل مميز ورصين لمدة 3 سنوات قادمة. شكرا جزيلا سيادة النائب. نعم محمد، في نشاط حصاد اليوم. نعم نعم، استمعتم إلى مجموعة من الملاحظات التي سجلها النائب أميد محمد، والبرلمان مستمر للاستماع للمداخلات التي سجلها، وأعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم يقدموها إلى الرئاسة. نعم نعم، وفدنا إلى البرلمان محمد فراس، شكرا جزيلا لك.